التمثال المتخصص لتكريم بائعات الهوى في أمستردام في ساحة الكنيسة القديمة أو في منطقة ديفالين الحمراء في العاصمة الهولندية أمستردام، ينتصب تمثال برونزي لامرأة بارزة الملامح مرتدية ملابسا قصيرة وحذاء ذا كعب عال وواقفة على مجموعة من الدرجات الصغيرة. هو التمثال الذي يعتبر النصب الأول والوحيد في العالم المخصص للنساء الممتهنات لحرفة الدعارة، والذي يحمل اسم بيلي أو بيل. هولندا هي واحدة من البلدان القليلة في العالم التي تنظم وتشرع الدعارة، حيث يطلب من العاملات في هذا المجال الخضوع لفحوصات صحية بانتظام وعلى نفقة الحكومة، كما يطلب من أصحاب هذه البيوت الحصول على شهادات صحية قبل أن يتمكنوا من توظيف الفتيات أو تأجير الغرف. تعتبر ساحة ديفالين أكبر وأفضل منطقة مختصة بهذا المجال في مدينة أمستردام، حيث تنتشر في شبكة من الأزقة وتحتوي على ما يقارب 300 غرفة مستأجرة من قبل العاملات في هذا المجال، واللواتي يعرضن خدماتهن الجنسية من وراء نافذة أو باب زجاجي. عادة ما يطلق اسم كيميرس على هذه الغرف المضاءة بالأحمر، وهي النوع الأكثر انتشاراً في هذه المنطقة من أمستردام التي تعد عامل جذب سياحي كبير. صممت فكرة المنحوتة بيلي من قبل ماريسكا ماجور، وهي مؤسسة مركز المعلومات للدعارة وعاملة سابقة في مجال الجنس، حيث كانت في 16 من عمرها عندما انجذبت إلى عالم الدعارة، ولم تعتبر في تلك الفترة أن العمل في هذا المجال هو أمر مهين بالنسبة لبعض الناس، حيث كان عملا حقيقيا بالنسبة لها، كما حقق لها مكاسب مادية جيدة، فلم تدرك أن بقية الناس لا ينظرون للجنس على أنه شيء طبيعي كما كانت تعتبره هي. توقفت ماريسكا عن العمل في عام 1994، وافتتحت وقتها مركز المعلومات لتثقيف العامة حول العمل في مجال الجنس، وذلك من أجل تقليل والحد من الوصمة التي تلاحق العاملات في هذا المجال. ينظم المركز اليوم جولات عديدة في المنطقة الحمراء، ويجري محاضرات وعروض حول الدعارة والقضايا المتعلقة بالعمل في مجال الجنس التي يحضرها ويشارك فيها الكثير من السياح والطلاب. قامت ماريسكا في عام 2007 بتكليف الفنانة إيلس ريجيرز بصنع التمثال بيلي، وذلك بهدف إظهار الاحترام لملايين النساء حول العالم اللواتي يعملن في هذا المجال لتأمين لقمة العيش. تم الكشف عن هذا التمثال الذي تضمن عبارة احترم العاملات في مجال الجنس في كل أنحاء العالم ضمن فعاليات يوم الافتتاح السنوي للمنطقة الحمراء. في عام 1993 وضعت منحوتة برونزية تمثل يدا ممسكة بثدي أنثى من قبل فنان مجهول في الشارع الذي يوجد به تمثال بيلي. هل ستغير رأيك حول مهنة الدعارة إن علمت أن النساء اللواتي يعملن بها إنما يقمن بذلك لحاجتهن الماسة للمال ولسد رمقهن؟